اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. ولد في ربيع الأول سنة 232 للهجرة المصاوى، استشهد في الثامن من ربيع الثاني سنة 260 للهجرة في سامراء، وعلى رواية 10 ربيع الثاني. والدته نرجس، أو عفوا زوجته نرجس، ودفنه في العتبة العسكرية المقدسة في سامراء. ابنه الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف، والده الإمام الهادي عليه السلام، وأمه أم ولد يقال لها حديث أو سليل، وذكر أن اسمها سوسن أيضا، وكانت من العارفات الصالحات. طبعا الإمام الحسن العسكري عليه السلام عاصر مع أبيه المتوكل العباسي اللعين، وهو استدعى الإمام الهادي إلى سامراء، وكان عمر الإمام الحسن العسكري سنتين، وأسرف المتوكل العباسي في الجور والاعتداء على الإمام الهادي عليه السلام، ففرض عليه الإقامة الجبرية في سامراء، وأحاط داره بالشرطة التي تحصي عليه أنفاسه وتمنع العلماء والفقهاء وشيعته من الاتصال وشيعتهم من الاتصال به، وضيق المتوكل على الإمام في شؤونه الاقتصادية أيضا، وكان يأمر بتفتيش داره بين حين وآخر، وحمله إليه بالكيفية التي هو فيها، يعني كيف مثل ما هو. وكان من شدة عداء المتوكل لأهل البيت عليهم السلام أن منع رسميا من زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء، وأمر بهدم القبر وفتح الماء عليه حتى حار الماء عن القبر، فسمى بالحائر الحسيني الذي كان مركزا من المراكز الإشعاع الثوري في أرض الإسلام. هذه الظروف المريرة هي الظروف التي أيضا عاشها الإمام الزكي أبو محمد العسكري عليه السلام، وهو في نضارة العمر ونضارة الشباب، فكوت نفسه آلاما وأحزانا، وقد عاش تلك الفترة في ظل أبيه وهو مروع، فذابت نفسه أسا وتقطعت ألما وحسرة. عاصر في إمامته المعتز ابن المتوكل العباسي، والمهتدي ابن الواثق، والمعتمد ابن أحمد ابن المتوكل العباسي الذي حكم 23 سنة. اعتقل الإمام لمدة لاعتقالات عديدة، وقد سجلت الوثائق التاريخية ذلك، منها ما رواه الصيمري في كتاب الأوصياء حيث يقول: رأيت أبي محمد العسكري عليه السلام لما خرج من حبس المعتمد وهو يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وروى الشيخ المفيد عن محمد بن إسماعيل العلوي قال: حبس أبو محمد عند علي بن أوتامش، وكان شديد العداوة لآل محمد عليه السلام، غريضا على آل أبي طالب، وقيل له: افعل به وافعل ما تفعل. قال: فما أقام إلا يوما حتى وضع خديه وكان لا يرفع بصره إليه إجلالا له وإعظاما، وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولا فيه. وبالنسبة إلى دوره عليه السلام في قضية التمهيد لغيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، فقد اشترك الإمام العسكري مع أبيه الهادي في القيام بدور التمهيد لغيبة الإمام المهدي عليه السلام، والسبب في القيام بهذا الدور كي تتهيأ الأمة الإسلامية ولا تتفاجأ بالغيبة من خلال الإعداد الفكري والذهني والإعداد النفسي والروحي للأتباع. وكان استشهاد والده سنة 254 للهجرة وتقلد الإمام بعده، كانت فترة إمامته أقصر فترة قضاها إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو أصح الناس أبدانا وسلامة نفسية وجسدية. واستشهد سلام الله عليه ولم يكمل العقد الثالث من عمره الشريف، إذ كان استشهاده في سنة 260 للهجرة، فتكون مدة إمامته عليه السلام 6 سنين، وهذه المدة قصيرة جدا تعكس لنا مدى رعب حكام الدولة العباسية منه ومن دوره الفاعل في الأمة. لذا عاجلوه بعد السجن والتضييق بدس السم له وهو لم يزل شابا في 28 من عمره الميمون. من وصايا عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. صلوا في عشائرهم وأشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا لنا زينا لا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وتدفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله،
وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك، لنا حق في كتاب الله وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وتطهير من الله لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثر من ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله عشر حسنات. احفظوا ما أوصيتكم به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.